سيد راسك برك شوي. قمنا بمناسبة ذكرى مجازر 8 ماي بتنظيم هذه الدورة الجهوية اللي شارك فيها أكثر من 12 ولاية للكرة الحديدية. قمنا بتنظيمها تخليدا لهذه الذكرى تنسيقا مع الرابطة الولائية للكرة الحديدية لولاية مدية وتحت إشراف السلطات المحلية. هذه الدورة اللي شارك فيها أكثر من 1500 لاعب وين جاونا من جميع الولايات، وحنا كمجلس شعبي بلدي نثمنوا هذه المبادرات ونوفروا لها جميع الشروط لانجاحها هي كبقيه الرياضات الاخرى. كان تنظيم في المستوى اجواء رائعه بحضور رئيس دائره البرواقيه ورئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت إشراف مديرية الشباب والرياضة لولاية مدية. على كل حال الدورة ستشهد مقابلات في القمة بخصوص في الأدوار النهائية، ننتظر ما يسفر عنه النتائج. لا رياضة، هذيك شغل رياضة متعة، والناس دخلت شغل في العالم نتاعها كبار صغار، ولات شغل لعبة تاع هنينين هنيك. نشكر على الجميع اللي نظم الدوره هذه، هي دوره في المستوى ما شاء الله ولقات اقبال كبير كثير من الولايات راهم هنايا. انا كانت اجواء رائعه، افتتاح في القمه، حضور السلطات المحليه، حضور اعوان الامن، حضور لاعبين من كل ولايات البويره المديه، البليده، الجزائر العاصمه، شلف، مسيله، جلفه، يعني كان حضور مكثف. وحسب الانطلاقة راح تكون دورة إن شاء الله في القمة، وبالتوفيق إن شاء الله لجميع اللاعبين وحظ موفق وشكرا.